شبكة مزامير آل داود تقدم. بفجر عيد الأضحى المبارك من المسجد الحسيني بالقاهرة فإلى هناك. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بالقاهرة، حيث ننقل إليكم في هذه الساعات الكريمة احتفال الإذاعة بشعائر صلاة فجر عيد الأضحى المبارك. المسجد الآن بمن يأمه من هؤلاء الذين صفت نفوسهم وقلوبهم في هذه إلى بارئهم، متمنين أن وتمتلئ بالظفر المنشود لهذه القلوب التي تجتمع الآن على تآلف وعلى رحمة وعلى مودة وعلى محبة. من هذا المسجد، مسجد مولانا الإمام الحسين، وفي هذه اللحظات الكريمة التي نستقبل فيها الخيوط الأولى من صباح جديد مشرق، صباح عيد الأضحى المبارك، ونستقبل معه أمنيات عزيزة وغالية، ونستقبل هذه المعاني التي تلتف كلها حول هذه الأيام المجيدة الممتلئة بالفرحة والمحبة أو هذه القلوب. إنها لحظات خالدة التي ننقلها إليكم في هذه الساعات المجيدة من مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة، نستهلها بهذه التلاوة المباركة لما تيسر من آيات الذكر الحكيم من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا صلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم
الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه
عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون رب وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الحمد لله الذي وهب لي على الكبر
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم شعائر صلاة الفجر فجر عيد الأضحى المبارك التي ننقلها لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه بالقاهرة. أما الآن يا سادة وحتى موعد صلاة الفجر فمع هذه الابتهالات يقدمها الشيخ نصر الدين طوبار.
ولك الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل سبحان الواحد الأحد سبحان سبحان من رفع السماء بلا عمد وكأن السائلين دعوت فمن خطا أكاني دعوتك باسمك المكنون
دعوتك باسمك المكنون نورا المحيط
فأيدني بروح منك فضل فأيدني بروح منك فضل فأيدني بروح منك فضلا ووجهني لذاتك واغتفرني الصلاة السلام عليك يا نبي الصلاة والسلام عليك يا من بك يرحمنا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
عيان الفلاح. عيان الفلاح. ونهض الوافدون الى هذا المسجد الكريم، مسجد مولانا الامام الحسين رضي الله تعالى عنه بالقاهرة، لكي يؤدوا ركعتي السنة لصلاة الفجر، فجر عيد الاضحى المبارك. وانتظمتهم الان هذه الصفوف وهم بين يدي بارئهم ومولاهم جلت قدرته، على شفاههم محكم آياته، وفي قلوبهم ومن أعماقهم ينبض الخشوع، تنبض المحبة، وترتسم التوبة والمغفرة. ومن أعماق كل قلب، كل قلب مؤمن صادق الإيمان، يؤم هذا المسجد ويؤم مساجد أخرى عديدة، متوجها إلى الله في خشية وفي خشوع. من أعماق كل قلب يرتفع الآن نداء علوي صادق يربط بين هذه الألوف المؤلفة التي تنتظمها هذه الصفوف بين ركوعها وسجودها، وعلى وجوههم جميعا الاستبشار والفرحة والبهجة، بهجة هذا اللقاء الكريم الذي يعلن عن ميلاد يوم جديد في أعمارهم، وميلاد عيد مجيد يضللهم بنعمته وبلحظاته الطيبة وبأيامه المليئة بالمعاني السامية، معاني التضحية والفداء والإيثار. ومع كل هذا الخشوع وكل هذه الهالة النورانية المشرقة التي ترتسم على الوجوه والتي تنبض بها القلوب والعيون، يرتفع نغم صادق هو نغم الإيمان، الإيمان الذي تنبض به هذه القلوب والذي يعمر هذه الحنايا والجوانح، وهي تقف بين يدي بارئها وخالقها تسأله المزيد من التوبة والمزيد من المغفرة، وأن يكلأ الله الجميع بعنايته، وأن يجعل من هذا العيد ومن أيامه ومن كل أيامنا أفراحا وأعيادا دائمة متصلة. حينما نعود بكم مرة أخرى إلى رحاب كلمات الله المباركة في تلاوة من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وفق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمنا في أوطاننا، وانصرنا على أعدائنا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله